السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في محاضرة اليوم بعنوان السلوك السعري، أحد أهم أدوات توقع الحركة السعرية القادمة أو ما يسمى بالبرايس أكشن. رح نتعرف على مفهوم البرايس أكشن، رح نتعرف على أساسياته، على مزايا هذا طريقة التحليل للأسواق، ومن ثم رح ندخل على بعض أهم الأنماط المعروفة في البرايس أكشن، لأنه الموضوع يطول بشكل كبير. هذه المحاضرة هي حقيقة ستكون أولى محاضرات الأسبوع الذي يقدمه أو تقدمه شركة أكويتي، هذا الأسبوع المخصص للتداول بالبرايس أكشن أو باستخدام البرايس أكشن إجمالا. وبلا شك سوف يكون هناك عديد من المحاضرات ذات القيمة والفائدة لجميع الحضور، ابتداء من محاضرة اليوم ووصولا إلى يوم الجمعة. هذه المحاضرة تحديدا راح يكون لها محاضرة رديفة مباشرة تابعة لها كنفس المحتوى، راح يقدمها زميلي محمد قهمي يوم الجمعة. فبإمكانكم محاضرة اليوم ومحاضرة يوم الجمعة هي تابعة لبعضها، لأنه الفكرة تحتاج مزيد من التوضيح، وتشاركت مع زميلي القهمي حول هذه المحاضرة أو حول هذا التوبيك. طبعا نبتدأ بالحديث عن مفهوم السلوك السعري. طبعا عندما تتمكن من فهم حركة السعر سوف تقوم باستخدام إشارات بشكل سريع لتحديد اتجاه السوق في الفترات المقبلة. كل المؤشرات طبعا الموجودة والطرق الأخرى هي معقدة بالمقارنة مع ما يسمى بكيفية فهم السلوك السعري، ذلك لأنك تتعامل مع مصدر الإشارات، ومصدر الإشارات هو حركة السعر نفسه. لا تحتاج إلى مؤشرات إضافية، مؤشرات مبنية على حركة السعر، إذا كنت تفهم كيف السعر يتحرك أساساً وما هي أو كيف يتم تفسير السلوك الذي يسلكه السعر. طبعاً في كثير من الأوقات المؤشرات والطرق الأخرى بتعطي إشارات متأخرة جداً وقد تفوت عليك فرص ممتازة في الأسواق. السلوك السعري يستخدم عادة أو يتم استخدامه بشكل أكبر في التايم فريمز المتوسطة. خلينا نقول عندك بإمكانك تبدأ استخدامه من 30 minutes وانت طالع، 30 minutes 1 hour تقريباً وانت طالع، على الفور اورز، على الويكلي، على الديلي، على المونثلي، كل هذه هي التايم فريمز اللي بامكانك تستخدمهم بشكل واضح وبشكل سلس وسهل. طبعا من خلال البرايس اكشن لا يعطي نتائجه المطلوبه او المرجوه على تايم فريمز قصيره مثل ال 15 minutes 5 minutes وال 1 minute. طبعا سيكون الدخول للأسواق من خلال معرفتك للبرايس أكشن سلس جدا، بعد تشكل نماذج معينة، بعد تشكل يعني حالات معينة بإمكانك تدخل، وبالتالي دخولك راح يكون على الأسواق مع التايم فريمز اللي ذكرت لك إياهم، راح يكون الدخول بعدد مرات متباعدة بعض الشيء، ذلك سوف يعطيك نوع من الأريحية بمتابعة الصفقات وبإغلاق الصفقات. يعني بمعنى آخر خلينا نقول أنت رح تكون متوسط المدى كتريدر إلى طويل المدى، تأخذ سوينكس أطول من الانتراداي تريدينج اللي بيتداول بشكل مستمر. طبعا فوائد هذا الأمر، أول شيء راح يبعد عنك الإجهاد والأرق بمتابعة الصفقات وسوق العملات والتغيرات بشكل لحظي. طبعا راح يساعد عليك أو يسهل عليك أيضا موضوع متابعة صفقاتك ومانجينج هذه الصفقات وإدارة هذه الصفقات. أيضا لما أنت تعتمد على التايم فريمز اللي ذكرت لك إياهم باستخدام طريقة السلوك السعري،
فطريقة تداولك راح تكون متقنة بشكل أكبر، وسيكون دخولك في أفضل الأماكن بصفقات متوسطة إلى طويلة المدى وأرباح أكبر نسبيا، بدل ما تستهدف العشرة والخمستاش نقطة والعشرين نقطة، تصبح استهدافاتك 40 و60 و100 وما فوق. بالتالي ذلك سوف يعوض عليك المتاجرة المستمرة التي تكون في الغالب مرهقة متعبة ونتائجها قليلة نسبيا. فهمنا مفهوم البرايس اكشن، انه انا تركيزي كله على حركة السعر نفسه، كيف شكل الشمعة، كيف شكل الظل او الذيل الخاص بالشمعة، كيف الشموع تتاليها من ناحية الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط، ماذا ترسم وتشكل، شكل الشمعة جسمها ضيق، ظل علوي طويل، ظل سفلي طويل، يوجد ظلال كثيرة متتالية بالاتجاه الهابط، ماذا يعني ذلك؟ يوجد ظلال علوية متتالية لعدة شموع جنب بعض، ماذا يعني ذلك؟ الشمعة نفسها لها ظل علوي طويل أو ظل علوي سفلي طويل أو كلاهما معا، جسم الشمعة حجمه، مقدار حجم الشمعة مقارنة مع الظل الخاص بها، كيفية افتتاح الشمعة التي تليها، هذا ما نقصد به السلوك السعري. إخواني، النقطة اللي حاول فسر لكم إياها هون أنه دراسة السلوك السعري هو بشكل غير مباشر دراسة لسيكولوجية البائعين والمشترين في السوق. فعلى سبيل المثال، إذا أجدتك شمعة بالشكل خلينا نقول رقم 6 اللي شايفينه أمامكم، عندما تأتيني شمعة بشكل رقم 6 أو شمعة بهذا الشكل على سبيل المثال، خليني أعطيكم إياها هون دايركت نكبر، عندما يكون لدي شمعة بهذا الشكل اللي شايفينه أمامكم هون، شمعة هابطة لونها أبيض مثل ما لكم شايفين، ممتدة طويلة، من المسيطر في السوق في هذه اللحظة بالتحديد؟ من هو صاحب السيطرة؟ خلينا نقول نحن صحيح عم نقرأ الشموع وأشكال الشموع ونأخذ منها الإشارات وندخل على أساسها التريدز، بس هذه الشموع هي تمثل حركة السعر بنهاية الأمر، فالسعر مين اللي عم بيحركه؟ عم بيحركه عمليات البيع وعمليات الشراء، البائعين والمشترين. فعندما تكون هناك شمعة قوية ممتدة كبيرة مقارنة مع باقي الشموع السابقة، إذن هناك غلبة واضحة لمسببي الانخفاض بالسوق. من هم مسببي الانخفاض؟ البائعين. عدد البائعين أكثر من المشترين بشكل واضح، فبالتالي البائعين المسيطرين على السوق هم الذين يغيرون أو يرسمون شكل الشمعة البيضاء الممتدة بالاتجاه الهابط مثل ما فرجيتكم إياها. إذن اختلاف أشكال الشموع هو بحد ذاته يفسر لي ماذا يحدث في الواقع كحركة سعرية. الشمعة اللي لونها أخضر بيضاء ممتدة حسب رسمك انت للتشارت، اذا التشارت تبعك الشموع الصاعدة هي شموع خضراء او شموع شفافة او شموع بيضاء بغض النظر، فذلك يعني ان مسببي الارتفاع بالسوق هم المسيطرين. مين بيسبب الارتفاع؟ المشترين. عندما يزداد الطلب على سعر معين أو على منتج معين سيرتفع سعره بلا شك. هذا هو المفهوم اللي نحن عم نتعلمه عن سيكولوجية رسم الشمعة. كيف الشمعة الحمراء الممتدة يعني مسببي الانخفاض مسيطرين، عدد البائعين أكثر من عدد المشترين. طيب الشمعة الصغيرة اللي قد يكون لها ظل علوي أو لا يكون، وقد يكون لها ظل سفلي صغير أو لا يكون، وجسم الشمعة نفسه صغير، ماذا تعني؟
يعني بأنه لا مسببي الانخفاض ولا مسببي البائعين الارتفاع مسيطرين على السوق، بل لا يوجد حجم تداول أساسا، لا يوجد عمليات بيع وشراء، لأنه لو كان في عندي عمليات بيع وشراء كان راح يكون في عندي انحراف، راح يكون في عندي توزع بالأسعار كأسك وبيد حول نقطة المحور بشكل أكبر. بمعنى آخر، منتصف هذه الشمعة كلما ازدادت وابتعدت انحراف القمة، يعني الأسعار العليا عن الأسعار السفلى، كلما عم يعطيني أن هناك حجم تداول أكبر، هناك طلب أكبر في الأسواق، وبالتالي عم بيكون في عندي different pricing، بمعنى أنه الأسعار عم تتقلب بشكل كبير نتيجة وجود طلب وأخذ وعطاء خلال هذه الفترة الزمنية الممثلة بهذه الشمعة. أما إذا كان جسم الشمع صغير ولا يوجد عندي استطالات علوية أو سفلية طويلة، فذلك يعني أنه لا يوجد الكثير من البيع والشراء، أو بمعنى آخر لا يوجد سيطرة في الأسواق. الظل السفلي الطويل اللي بيكون الذيل السفلي الطويل هون، يعني أن مسببي الانخفاض بالبداية اللي هم البائعين كانوا أكثر، ومن ثم كان عندي عودة جديدة لمسببي الارتفاع، تمكنوا من تخطي الضغط البيعي وتمكنوا من إغلاق الشمعة بارتفاع عن أدنى نقطة وصلت إليها. إذا بدنا نفسر الشمعة كيف انرسمت، رسمت الشمعة نزلت الأسعار وكأنها واجهت امتناع عن البيع بأدنى من هذه المستويات، وخلال نفس الفترة الزمنية كان هناك عودة لمسببي الارتفاع اللي هم المشترين، عادت بالأسعار للارتفاع مجددا، كأنه الأسعار ترفض الانخفاض بشكل أكبر. وصولا إلى العكس يحدث بالنسبة للظلال العلوية الطويلة، فبالتالي يكون مسببين الارتفاع المشترين كانوا أكثر، تمكن مسببي الانخفاض اللي هم البائعين من تحقيق عودة جيدة لتراجع كل الانخفاض، أو لتراجع عن كل الانخفاض اللي أو الارتفاع اللي كان قد حدث وتسبب انخفاض في السوق. إجمالا الظلال العلوية والسفلية، إجمالا لما تشوف ظلال علوية وسفلية على نفس الشمعة، هناك ظل علوي طويل وظل سفلي طويل، فإن مسببي الارتفاع ومسببي الانخفاض تبادلوا السيطرة، ولكن بنقطة مهمة جدا اللي هي كان في اجريسيف تبادل بالسيطرة، يعني هناك أخذ ورد بشكل كبير خلال هذه الفترة الزمنية، ويعني ذلك أن هناك نوع من التعادل في القوة إذا كانت الاستطالتين بنفس الحجم تقريبا، هناك تعادل بالقوة إذا كان جسم الشمعة صغير والاستطالات خلينا نقول طويلة، مثل النموذج واحد واثنين على سبيل المثال. واحد واثنين بيمثلوا عندي انه كان هناك تبادل للسيطرة على السوق بين بائعين ومشترين الى ان وصلنا الى هذا الشكل. هيك لازم تفهم الشموع اليابانية بكيفية او بطريقة السلوك السعري. السلوك السعري بتعرفوا شو ميزاته؟ ما هي ميزات السلوك السعري؟ ميزات السلوك السعري انك تطلع على تشارت نظيف، لا فيه تداخل بالمؤشرات، لا فيه تداخل بمستويات دعوم ومقاومة معقدة، لا فيه رسومات كثيرة ومعقدة، تطلع على تشارت نظيف فقط، بتشوف أمامك الشموع اللي موجودة، وتبدأ من خلال إشارات بسيطة إنك تبني الاتجاه العام. لازم تعرف انه الشموع ممكن نفس الشمعة، نفس شكل الشمعة قد يعني اتجاه عودة لاتجاه صاعد او عودة لاتجاه هابط، وممكن قد تراه ضمن اتجاه
وقد يعني استمرار للاتجاه بنفس الوتيرة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما تكون رابط أنت شكل هذه الشمعة مع الاتجاه الذي سبقها. فعلى سبيل المثال، عندما يكون اتجاه هابط ويجيك شيء اسمه مثلا البين بار. البين بار هلا بعرفكم عليه، دبوس. اتجاه هابط انتهى بدبوس اللي هو جسم شمعي صغير، ظل سفلي طويل جدا ودون وجود ظل علوي على الإطلاق. كأنه عم بتقول الأسعار لمست أرضية وقفزت من هذه الأرضية بالاتجاه الصاعد، وتمكنت من الإغلاق قريبا من نقطة افتتاح نفس الشمعة. فهي إشارة على أن السوق يرفض الأسعار المنخفضة بأكثر من ذلك. بمعنى آخر، أن البائعين يرفضون البيع عند مستويات متدنية مثل هذه المستويات، وبالتالي يبدأ السوق بالتأقلم مع اتجاه جديد. أنا جاي معك فادي، بالنسبة للأسئلة والاستفسارات راح يتم الإجابة عنها بالشكل الأمثل. نبدأ مع أول نموذج أنا اخترته لكم، هو الدبوس أو البين بار. بسيط جدا وسهل جدا وسلس جدا. خصائص تكوين البين بار هي كالتالي: افتتاح وإغلاق للشمعة اللي موجودة بالمنتصف بالوسط، بيكون ضمن جسم الشمعتين اللي على الجنب، الشمعة السابقة والشمعة اللاحقة. افتتاح وإغلاق، كلما اقترب الإغلاق والافتتاح لشمعة البين بار، الإغلاق والافتتاح يعني مستوى الإغلاق ومستوى الافتتاح كانوا قريبين من بعضهم، كلما كان النموذج أفضل وأكثر دقة. لاحظ أنه هو عبارة عن النموذج متكون من ثلاث شموع مثل ما شايفينها، تعكس للصعود وتعكس للهبوط. الحالة الأولى اللي موجودة هون تعكس للصعود، كان عندي اتجاه هابط، كان عندي اتجاه هابط بهذا الشكل، تشكل عندي البين بار. هذا هو البين بار، هذه الشمعة. ومن ثم كان عندي شمعة جديدة بالاتجاه الصاعد. هاي هي ثلاث شموع. إذا ثلاث شموع، الشمعة اللي بالمنتصف يجب أن يكون الافتتاح والإغلاق الخاص بها يكون ضمن جسم الشمعتين اللي على الجنب. بمعنى هذا الجسم يجب أن يكون ضمن الشمعة السابقة، هذا الجسم يجب أن يكون ضمن الشمعة السابقة. تمام؟ بمعنى آخر، هي بنفس هذه الشمعة يتغير اللون من لون أحمر إلى أخضر بالاتجاه الصاعد، من لون أخضر إلى أحمر بالاتجاه الهابط. ذيل شمعة البين بار يكون خارج بشكل كبير عن ذيول الشموع السابقة. لاحظ قمة هذا هو الذيل العلوي بالنسبة للانعكاس للاتجاه الهابط، كان عندي اتجاه صاعد وبعد البين بار تحول لاتجاه هابط. الظل الخاص العلوي بهذه الشمعة طبعا الظل العلوي الخاص بها هو أعلى من ظل الشمعتين اللي قبلها واللي بعدها. واضح؟ شمعة البين بار سواء هذا بالنسبة لاتجاه الانعكاس من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد يكون الظل السفلي الخاص بشمعة البين بار هو أدنى من ظلين
الشموع السابقة واللاحقة لها. واضح؟ لاحظ الأمثلة اللي أنا حاطط لكم إياها أمامكم. البين بار تشكل كالتالي. ليش نحن بنحكي برايس أكشن وسلوك سعري؟ برايس أكشن، لاحظ تشارت نظيف تماما. يهمني أن أرى أنه في عندي أنا قمم متتالية بالارتفاع، وعندي قيعان أيضا متتالية بالارتفاع. فالاتجاه العام بهذه الحالة شو بيكون؟ اتجاه صاعد، إلى أن جاءت هذه الشمعة اللي شايفينها أمامكم اللي محددة بالأزرق. جسمها صغير نسبيا، ظل علوي طويل. الظل العلوي هو أعلى من ظلال الشموع السابقة واللاحقة لها، فأعطاني إشارة أن الاتجاه سينعكس من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. هون هذا وقف خسارة وتيك بروفيت تبعي، على الأقل أني أصل إلى آخر قاع وصلت له، هذا هو. فهذا التيك بروفيت الأول تبعي. إذا أنت عندك تريلينج تيك بروفيت بإمكانك تواصل بنفس الاتجاه. لاحظ هذه الإشارة هون، ولاحظ هذه الإشارة مرة أخرى. هذا هو المفهوم الخاص بالبن بار. بن بار، البن بار اللي شايفينه هون هو عبارة عن انعكاس من اتجاه صاعد، عفوا هابط، إلى اتجاه صاعد، وبالتالي بتكون هي عبارة عن محفز لصفقات للشراء. بهذه الحالة إذا بدنا نشوف مثل هذا النموذج، هذه بن بار، هذه تعتبر بن بار، ظلها السفلي أطول من الظلال السابقة لها، وأيضا هناك نوع من جسمها صغير نسبيا، فممكن نفكر فيها. في عندي نماذج أفضل منها، على سبيل المثال نعطيكم بن بار واضح. عندنا البن بار لازم يكون عندي انعكاس بالاتجاه، هذا بن بار، ولكن بن بار هذا هو اللي صار عندي هون، وكفى عندي بالهبوط. اعطيكم بس نموذج سهل او بسيط للبن بار بامكاننا نعتمد عليه. هو نوعا ما انعكاس بالاتجاه. ناخذ برودكت ثاني نشوف فيه بن بار اوضح. نفتح ديلي بنشوف عندي بن بار. البن بار هو لازم يكون مثل هذا النموذج اللي شايفينه هون، هذا بن بار، هذه هي الظل السفلي طويل نسبيا، جسم الشمعة ضمن الشمعة السابقة، انعكاس وتغير باللون، فرصة لانعكاس بالاتجاه. فلاحظ إذا كان عندك آخر قمة كانت موجودة هون تقريبا عند هذه المستويات، فأنت نقطة الدخول تبعك كانت من هذه المستويات بناء على البن بار اللي تشكل هون. الستوب لوس تبعك كان عند هذه المستويات، و جبت لا يقل، حتى إذا حسبنا هذه الشمعة بدون ما نحتسبها، فأنت هون جبت لا يقل عن 70% من التارجت الكلي اللي أنت بدك توصل له. لاحظ النموذج اللي موجود عندك هون، لاحظ هذا النموذج، ولاحظ أيضا نموذج آخر لبن بار، وهذا أيضا بن بار. كلها نماذج للدبوس أو البن بار
بوضوح بدون أن تدخل بسياقات معقدة نوعا ما. أيضا من النقاط المهمة اللي لازم تأخذوها بعين الاعتبار عند أخذ ما يسمى البرايس أكشن كوسيلة لتحليل الأسواق، لا يوجد مستويات للدعم والمقاومة. ماذا يوجد إذن؟ إذا ما كان عندي مستويات للدعم والمقاومة بطريقة البرايس أكشن، ماذا يوجد عندي؟ عندي مناطق للدعم ومناطق للمقاومة. بمعنى إذا تراجعت عن الخطوط اللي أنا رسمتها هلأ هون، جيت قلت لكم أنه هذه عبارة عن منطقة للمقاومة ومنطقة للدعم. بمعنى إذا رسمت خط أنا، فلاحظ أنه في عندي بريتشنج أكثر من مرة لهذا الخط. وإذا رسمت خط هون، أيضا يوجد اختراقات لهذا الخط. أما إذا اعتمدت مبدأ اللي هو مناطق للمقاومة، ومناطق للدعم، فيعطيني أريحية وأفضلية وسهولة بطريقة تطبيق أساسا الارتدادات، وسهولة بمعرفة أنه أنا فعلا خرجت من منطقة المقاومة، ودخولي الآن هو في فرصة جديدة بالاتجاه الهابط وما إلى ذلك، إذا كانت فعلا الخروج قد تم. فالعملية هون بتصير بالنظر. البرايس أكشن صحيح هو إلى درجة كبيرة يعتبر فيه دقة برسم النماذج اللي تشكلت عندك، ولكن بنفس الوقت يعطيني أريحية أكبر بمستويات الدعم ومستويات المقاومة، وهل فعلا نحن تشكل عندي اتجاه جديد، وبيعطيك الفرصة انك تدخل بهذا الاتجاه ليس متأخرا، وانما بيعطيك اياها بالايرلي ستيج او المرحلة المبكرة جدا من يعني من الاتجاه. نموذج اخر وهو الشمعة المحتوات بالكامل، بار انسايد بار، او بيقولوا له هرامي بولش وهرامي بيرش، او بيقولوا له عدة تسميات حقيقة لهذا النموذج. خلينا نقول بار انسايد بار او الشمعة المحتوات بالكامل. هي شمعة تكونت بالكامل في حدود القمة والقاع لتداول شمعة اليوم السابق. التكون كاملا كان داخل الشمعة السابقة. بمعنى آخر انه في عندي شو؟ مين بيجاوبني؟ في عندي شو؟ جاب. قد يكون عندي جاب، ولكن ايضا هناك بدائل عن الجاب اللي انتم شايفينها. بدائل كالتالي: شمعة داخل شمعتين. اولا نحدد نموذج البار انسايد بار على الاطار اليومي، نضع امر شراء اعلى الشمعة السابقة بثلاثة نقاط، وأمر بيع أسفل الشمعة السابقة بثلاثة نقاط. الهدف هو إني أستغل فرصة الخروج من هذا النموذج بأي شكل. نستغل فرصة الخروج من هذا النموذج بأي شكل. نحن حكينا كيف شكلها للشمعة، لازم يكون بهذا الشكل. فأنا عم أقول لك إنه أول شيء أوجد هذا الشكل. لاحظ، هل هذا الشكل موجود؟ شايفه أمامك؟ نعم شايفه. هاي الشمعة inside هذه الشمعة، هذه الشمعة داخل هذه الشمعة. طيب ممتاز. أولا حددنا النموذج، ثانيا ضع أمر شراء أعلى الشمعة السابقة
ب3 نقاط تقريبا هون. وأمر بيع أسفل الشمعة السابقة أيضا ب3 نقاط هون، لأنه في عندي انفجار سعرية أو تغير بمنح السعر تماما بعد هذا النموذج اللي شايفه أمامك. الهدف ووقف الخسارة كيف بحددهم؟ أوامر الشراء دائما بتكون شو عندك الستوب لوس؟ ضرب اثنين. قد ايه الستوب لوس حطيتها تيك بروفيت بيكون عندك ضرب 2. هذا بالنسبة لي التيك بروفيت. أما الخسارة فضعها على أدنى مستوى لشمعة اليوم السابق، أدنى مستوى لشمعة اليوم السابق. خلينا نضيف لكم تشارت حتى نشوف مع بعض تماما نحن وين حطينا. لاحظ هذا النموذج، هذه نقطة الدخول، هذا الستوب لوس. وين التيك بروفيت؟ قد ايه هي المسافة؟ اضربها ب2. او اذا ظهرت شمعة تغير اتجاه المتاجر الطبيعي. طيب هون ما ظهرت عندي شمعة تغير الاتجاه الطبيعي، بس انا عندي هون هذا نموذج جديد غيرت لي الاتجاه كليا، اصبح عندي نوع من الممانعة للاتجاه الصاعد عند هذه المستويات. اجمالا اسوأ الحالات انا جبت 50% من الهدف من نقطة الدخول الجديدة اللي انا دخلت فيها. اذا انا عندي نقطتين دخول، كان عندي نقطتين دخول عندي مشكلة انا ب هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. هذا وقف الخسارة الخاص بالثانية وهذا وقف الخسارة الخاص بالأولى، وبالحالتين إما جبت الهدف 100% أو جبت 50% من الهدف، وبالحالتين غير المنطقي أني أطلع بصفقة خسرانة بمثل هذا النموذج. صفقات البيع بار انسايد بار، هذا يعتبر بار محتوى بالكامل داخل البار اللي سبقه او اليوم السبقه. طبعا فهمتوا مني انه بار انسايد بار افضل ما يتم تطبيقه على الديلي تشارت، افضل طريقة للتطبيق هي ديلي تشارت. شمعة محتوات بالكامل في جسم الشمعة السابقة لها، التارجت نقطة الدخول هي خارج إطار هذه الشمعة، يعني بتتذكروا هون يا بدي أدخل من هذا الليفل يا بدي أدخل من هذا الليفل. يعني إذا تابع السوق بعد هذا النموذج بالاتجاه الصاعد نقطة دخولي بتكون مع خروجي خارج الحد العلوي الخاص بالشمعة الأم. ستوب لوس تبعي هو هون، تيك بروفيت تبعي اما يكون مستوى مقاومة قادم او منطقة مقاومة جديدة قادمة، او افضل طريقة قديش المسافة من التيك بروفيت الى ستوب لوس اضربها ضرب 2، لانه هذا لا تنسوا يا اخوان ديلي تشارت. ديلي تشارت يعني بالاقل التارجت تبعي 120 الى 130 نقطة، لانه within one day الماركت رفلي بيتحرك حوالي 50 الى 60 نقطة بأدنى حالات التحرك. تمام، أخذنا صفقة للشراء وصفقة للبيع. ننتقل إلى نموذج الشمعة الابتلاعية أو ما يسمى بالإنجالفينج باترن. تتكون هذه الشموع بأن يبتلع بالكامل
جسم الشمعة السابقة. لكن الفكرة هون هي كالتالي، هون في خطأ بهذا النموذج. خليني لكم كيف يكون شكل الشمعة الابتلاعية. ونعطيها مثال واضح للشمعة الابتلاعية. هون بعد اتجاه هابط، لاحظ بعد اتجاه هابط كان على مدار هذه المنطقة كلها، جينا على هذه الشمعة البيضاء، جاءت بعدها شمعة سوداء احتوتها بالكامل، افتتحت مع اغلاق الشمعة البيضاء اللي شايفينها الهابطة، واغلقت محتوية بالكامل الشمعة اللي سبقتها. الفرق بين هاي الشمعة والشمعة اللي شوي نحن بنحكي عليها كثير كبير. هاي بمبار، هاي الشمعة اللي شايفينها هون بمبار. خليني بس ألونهم بطريقة واضحة حتى تشوفوها معنا. هاي بمبار، هاي engulfing pattern، نمط احتوائي. لاحظ هذا نموذج دبوس، انعكاس هذه ثلاث شموع الى اتجاه صاعد. ثلاث شموع يعني عم نحكي يوم اثنين ثلاثة، الانعكاس كان بعد هذه الشمعة. اذا هدفي اني اصحح لهون، فبهذه الشمعة فقط وخلال فترة 3 أو 4 أيام حققت ربح أنا حوالي 289، عفوا ربح ب 2893 دولار على استثمار بقيمة 1000 دولار فقط خلال 4 أيام. بمعنى آخر، تحرك السوق بحوالي 28 دولار بالاتجاه الصاعد، أو 30 دولار بالاتجاه الصاعد. فهي فرصة جدا قوية كانت مع البنبار اللي كان هون. النموذج اللي شايفينه هون هدفي انه يصحح كامل الحركة الهابطة، نموذج انجلفين كامل. طيب بدنا نشوف نموذج للبار انسايد بار. بدي اشوف نموذج لبار انسايد بار. هذا بار انسايد بار، ولكن صحح دوري بالاتجاه الصاعد بشمعة واحدة. خلينا ناخذ مثال أوضح عن بار انسايد بار. لاحظ محاول بس شوف لكم نموذج واضح بعض الشيء لبار انسايد بار. ممكن جدا نقول انه هذا بار انسايد بار بالاتجاه الهابط. خليني اعطيكم اياه اكثر وضوحا. تمام، شوف الامثله للبار انسايد بار كانت موجوده عندي وواضحه. هذا على الفور اورز، بس انا عم حاول اوضح لكم اياها. بار اورز على الديلي على اليورو يو اس دي. خلينا نشوفه على الديلي على اليورو يو اس دي. لاحظ انه اكثر من مره كان عندي بار انسايد البار اللي سبقه، يعني اللي سبقه حجمه اكبر بعض الشيء، مثل هذا النموذج اللي شايفينه هون. هذا بار انسايد بار، نقطة الدخول كانت مع اللي سابقة. بس اعطيني نموذج اوضح لإلها. محاول ابحث لكم عن نموذج بيتكرر بشكل كبير، لكن هدفكم انتو انه دائما تبحثوا عن اكثر من مرة يتضح النموذج عندك، يكون في وضوح اكبر. هذا بار انسايد بار واضح جدا، بار
انسايد بار سابق لإله، هذا هو. لاحظ عندي جاب، الشمعة أصغر تماما، نقطة الدخول كانت عندي إما بأعلى من هذا المستوى اللي نحن شايفينه هون، أعلى من أعلى قمة في الشمعة التي تحتوي الشمعة التالية، هاي نقطة الدخول. ستوب لوس كان عند أدنى المستويات أو أدنى مستويات في الشمعة السابقة، هذا هو الستوب لوس، والحركة كانت بالاتجاه الصاعد. على الأقل جبنا نحن 50% من الهدف تبعنا واللي هو ضعف هذه المسافة. بنلاحظ بالنموذج اللي شايفينه هون، هذا بار انسايد بار، لاحظ هاي الشمعة داخل الشمعة اللي سبقتها وأعطتني إمكانية بالهبوط بشكل أكبر. نيجي على الشموع الابتلاعية، لاحظ النماذج اللي مرسومة هون على اليورو يو اس دي على الفور اورز، لاحظ انه في عندي شمعة احتوت بالكامل الشمعة التي سبقتها، بالتالي كانت عندي انعكاس من اتجاه صاعد الى اتجاه هابط. مرة اخرى شمعة تحتوي بالكامل الشمعة اللي سبقتها، لاحظ هون، وبالتالي انعكاس لاتجاه هابط، وهذه أيضا انعكاس لاتجاه هابط بشكل أكبر. بالعكس، انعكاس من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد مع وجود الإشارة الانعكاسية. طبعا قبل ما أخذكم على آخر على استراتيجي مخصصة للسلوك السعري، بدي أقول لكم انه النماذج اللي بترسمها الشموع اليابانيه عددها يفوق 100 نموذج ترسمها الشموع اليابانيه، وموجوده بكثره، ما عليك الا البحث عن شروط هذه النماذج التي ترسمها البرايس اكشن الخاص بالكاندل ستيكس او الكاندل ستيكس باترنز. ايضا يندرج ضمن البرايس اكشن التشارت باترنز، وهي انماط المخططات السعرية. شو المقصود هون؟ رأس وكتفين، رايات، مثلثات، كلها تدخل بما يسمى بالبرايس اكشن ومفهوم البرايس اكشن اساسا، لكن ضمن القواعد والشروط اللي احنا عم نتحدث فيها. كل نموذج له مجموعة قواعد يجب ان يتم تطبيق كامل هذه النماذج. في نقطة اللي هي مستويات دعم ومستويات مقاومة، كمناطق للدعم ومناطق للمقاومة. حاول جرد الرسم من كل الأمور المعقدة واعتمد على شكل النموذج وشكل الشموع اليابانية كيف وكيف تمتنع الأسعار عن الاستمرار باتجاه معين وتبدأ بتغيير هذا الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد وغير ذلك. أنا هون راح أعطيكم طريقة تسمى بطريقة الصناديق. طريقة الصناديق، ما هي طريقة الصناديق؟ حقيقة تقوم الطريقة على تحديد الاتجاه السعري. حاول، وهون بطلب منكم جميعا أنه تطبقوا مثل هذه الطريقة. هذه الطريقة الشخص اللي قام بتنفيذ هذه الطريقة حقق أرباح طائلة في التداول بالأسواق الأمريكية. راح أترك لكم بس مهمة البحث عن طريقة الصندوق، راح تبحثوا عنها، ولكن أنا اللي جاي لأشرح لكم إياها هلأ كيف تقدر تعملها ببساطة وتطبقها بشكل بسيط. بمعنى آخر، إذا كان عندك اتجاه عام صاعد، كيف تقسم هذا الاتجاه وكيف تبدأ برسم محتويات هذا الاتجاه؟ أول شيء عليك أن ترسم أول صندوق، ومن ثم تحدد بأي اتجاه راح يروح السوق. عليك رسم الصندوق الأول، وبعدها بتشوف أي اتجاه راح يروح فيه السوق. كيف برسم الصندوق الأول لي؟ تكوين الصندوق يكون كالتالي:
أن يكون عندنا الصندوق لازمه حد علوي، صح؟ كيف يتم رسم الحد العلوي؟ يتم رسم الحد العلوي للصندوق عن طريق نموذج لأربع شموع متتالية. الشمعة الأولى الهاي الخاص بها يكون أعلى من الشموع الثلاثة التي تليها، بس فقط لا غير. ليس شرطا أن تكون الشموع متتالية بالانخفاض، بهمني أول شمعة تكون أعلى هاي بين باقي الشموع الثلاثة. يعني الشموع الثلاثة، لاحظ اللي أنا راسمهم هون عندكم، ليسوا متتاليين بالانخفاض. عندي الثانية كانت حمراء، الثالثة حمراء، الرابعة زرقاء، والهاي تبعها أعلى من الشمعة الثالثة، ولكن النموذج تشكل. النموذج تشكل، أو الحد العلوي الخاص بالنموذج تشكل هون. الصندوق صار له حد علوي. طيب كيف أرسم الحد السفلي؟ نفس النموذج بالعكس، أصادف أو أدنى شمعة قاع، بيجي بعدها 3 شموع اللوز تبعهم أعلى من اللو تبع الشمعة الأولى. صار عندي حد علوي وحد سفلي ورسمت صندوق. صار عندي حد علوي وحد سفلي ورسمت صندوق. بعد الانتهاء من تأكيد تكون الضلع العلوي والضلع السفلي الخاص بهذا الصندوق، هون بقى مطلوب منك تبدأ. أي خروج من هذا الصندوق راح يكون لي شو؟ راح يكون لي اتجاه جديد. إذا كان الخروج عبارة عن اختراق للحد العلوي لهذا الصندوق، فالاتجاه القادم راح يكون اتجاه صاعد. والإشارة اللي أخذتها هون هي إشارة شراء. والستوب لوس يا ترى وين راح يكون؟ بهذه الحالة ستوب لوس وين راح يكون؟ عند أي ضلع؟ أنا عم حاول استفز الناس اللي موجودة عشان تشارك معانا. تماما، عند الضلع السفلي الخاص بالصندوق. فخلينا نشوف مع بعض كيف شكل هذا الصندوق راح يكون. اذا لاحظ نقطة الدخول بعد تشكل. اول شيء رسمت انت الحد العلوي الخاص بالصندوق، الحد السفلي الخاص بالصندوق. صار عندي صندوق. أول خروج فوق الحد العلوي لهذا الصندوق يعتبر نقطة الدخول الخاصة بي. وقف الخسارة هو الحد السفلي الخاص بهذا الصندوق. ووقف الخسارة متحرك حقيقة لحتى أرسم صندوق آخر جديد، وصندوق بعده جديد، وهكذا. الدخول في الصفقة يكون إما باختراق الحد العلوي للمستطيل أو الصندوق، وإغلاق شمع التأكيد خارج الحد العلوي. هو إشارة لاستمرار الموجة السعرية الصاعدة، وهدفنا هو تكوين قمة جديدة. طيب وقف الخسارة قلنا هو أدنى مستوى. الهدف، أنا هدفي مفتوح، أنا أتحرك بالاتجاه الصاعد. بدك تحط له ليميتيشن، أنا بقول لك هدفك على الأقل ضعفي وقف الخسارة. بدك تستخدم تريلينج تيك بروفيت، حرك وقف الخسارة بشكل مستمر كلما اقتربت ودخلت في صندوق جديد. حركه إلى نقطة الدخول السابقة. دخلت بصندوق آخر بتحطه على أدنى مستوى في الصندوق الذي سبقه، وهكذا. واضح؟ لاحظ كيف تقسم السعر هون مثل ما لكم شايفين، لا صناديق. وخليني ارسم معاكم
الصناديق سوية. راح أرسم معاكم صناديق. أو رسمهم مسبقا. لاحظ، قمة ثلاثها ثلاث شموع، قمة ثلاثها ثلاثة شموع، الهايز الخاصة بها أدنى من الهاي الشمعة الأولى، فهذا الحد العلوي الخاص بالصندوق. الحد السفلي قاع وثلاث شموع بعده القيعان أو الأدنى المستويات أعلى من هذا القاع. فرسمت شو؟ رسمت الحد السفلي، ويستمر الصندوق إلى أن يأتي أول اختراق. اخترقنا، أغلقنا بشكل كامل فوق مستويات الدخول. إذن الاتجاه يؤكد أن الحركة القادمة هي حركة اتجاه صاعد. لاحظ الصندوق الثاني، تشكل عندي قمة قاع، ومن نفس هذا القاع لاحظ عدة ثلاث شموع، الأدنى المستويات يعني الشمعة الأولى اللي شكلت عندي القاع، الثلاث شموع اللي بعدها اللوز تبعها أو أدنى مستوياتهم أعلى من قاع الشمعة الأولى. فسكرت الصندوق وظليت متمسك فيه إلى أن تم الاختراق بالاتجاه الصاعد. أنا صراحة دخلت من هذه النقطة، وإن كان الستوب لوس تبعي بعيد بعض الشيء نسبيا، ولكن هدفي بعيد جدا بالاتجاه الصاعد. طالما في عندي صناديق عم تتشكل قيعانها أعلى من بعض، فأنا في فرصة يعني الضلع السفلي الخاص بكل صندوق أعلى من الضلع السفلي الخاص بالصندوق الذي سبقه، والضلع العلوي أيضا أعلى من الضلع العلوي الخاص بالصندوق اللي سبقه، فأنا باتجاه صاعد. حتى هذه اللحظة نحن بالذهب على سبيل المثال نحن باتجاه صاعد. عرفنا كيف نرسم الصناديق. طبعا محاضرتي الخاصة بالبرايس اكشن كمعلومات نظرية